على ضوء كلامك يا هواري انه في شهر يناير او الزمالك ممكن ياجل الصفقات الجديده في شهر يناير، ما هو في لعيبه مش هتستنى، الوضع هيبقى عامل ازاي؟ بص زي ما قلت لك ده كان مقترح على طاوله مجلس اداره نادي الزمالك، وعلى فكره كريم المقترح ده كان برضو اتقال وقت يناير، لكن زي ما بنقول كل يوم الدنيا بتتغير والكره دايما مليانه متغيرات. البعض من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك شايف ان ما ينفعش هذا المقترح، لكن انا بكلمك على المناقشات اللي بتحصل في الوقت الراهن. احنا ما بنتكلمش يعني بتنبؤات، احنا بنتكلم الوضع الحالي التفكير ازاي في الوقت نفسه. في صفقات الزمالك شغال عليها، يعني الناس برضو اللي هتسمع تقول منين ان انت بتقول كده ومنين لا، يعني في احد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وعشان برضو نبقى صراحه، والكابتن احمد سليمان شغال ان هو بيتفاوض مع لعيبه وبيخلص لعيبه، وده السيناريو. لا لعيبه كتير، احمد ياسر ريان كمهاجم، بيكهام كمدافع ثنائي سيراميكا، عمر الساعي حصل معاه جلسه في منزل احد كبات نادي الزمالك في منزل شيكابالا في احد الكومباوندات الشهيره في اكتوبر، وعمر الساعي وقع لنادي الزمالك. يعني انت جيت على احد الكومباوند ده، ما تقول يعني الزمالك، ما تقول كومباوند عمر جابر وخلص نفسك. الزمالك شغال بالتوازي كده، بيحاول يحل قصه القيد رغم من الازمات الكتير، وفي نفس الوقت هو بيحاول برضه يامن نفسه عشان ما يجيش ربما. احمد عبد القادر ايه موقفه؟ احمد عبد القادر لو رحل عن النادي الاهلي بالتراضي او خطوه تانية او حاجه هيرجع لنادي الزمالك. اتقال له خلص نفسك؟ اه اتقال له كده؟ اه خلص نفسك من الاهلي. احمد عبد القادر وكيله من الوكلاء المقربين لنادي الزمالك او من الوكلاء اللي بيخلصوا لنادي الزمالك، احمد يحيى يعني عشان برضه نبقى صراحه. انا عايز الصراحه بقى، انت جاي النهارده تقول الصراحه. طبعا احنا بنتكلم بصراحه. طب في حد من مسؤولي نادي الزمالك قاعد مع احمد عبد القادر؟ اكيد في حد من مسؤولي طبعا طبعا، واحمد عبد القادر مرحب بالانتقال لنادي الزمالك، لكن نادي الزمالك بيشترط امشي من النادي الاهلي فري وتعالى باب الزمالك مفتوح يعني. واللاعب مرحب بفكره الانتقال للزمالك؟ واللاعب مرحب طبعا بفكره الانتقال للزمالك. احمد عبد القادر كان مشي من الاهلي عشان فرصه المشاركه ايام قطاع الناشئين، كان ليه تقريبا على ما اتذكر راح تشيك تقريبا. فالباب مفتوح يعني.